اللي عم يصير بالمنطقه العربيه، المصالحات اللي عم تصير رح تفيدنا كثير، يعني الاخوان العرب رح يرجعوا يجوا على البلد، وهن مده اقامتهم كثير طويله، مصروفهم كثير كبير. بس اليوم ما في كثير عربان بلبنان، اكثر مغتربين. في عرب بس اكثر مغتربين، لانه هذا اللبناني المتجذر يعني بحب البلد وراح قصرا غصبا عنه بهالفتره اللي مرقت لما سلبوا له امواله البنوك وما ضل في شيء عنده، يعني راح ليرجع يقلع من جديد، رجع على هذا البلد. هلا بهالفتره القصيره انفتح شي 350 مطعم ومقهى وملها وروف توب والى اخره، خلقنا شي 35,000 وظيفه شباب وصبايا. اي مناطق نشطت فيها هل فتح المؤسسات المطاعم المقاهي؟ بترون ومحيطها كلها، منطقه الشمال يعني، منطقه شمال بترون طبعا، جبال وضع ممتاز. بس عم نحكي عكار ما وصلنا له. لا بس في 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 موضوع عكار، في بيوت الضيافه، في بعض المحلات اللي في غير نمط، في غير نمط. بس بعتقد ماذا عن البقاع والجنوب بعلبك ممتازه جدا كانت. المهرجانات صارت المهرجانات هي أحيطة. صحيح بس فيها أجانب كثير، يعني أنا أول امبارح كنت بعلبك كان في كثير أجانب.